وحياتك إنن حينبسطوا قد الدنيا. كوني مطمنة. يلا. أهلا وسهلا فيكم. الله يسلمك ابني. لشو الداعي نجي كلنا مشان نغير جرح مجد؟ أمي مجد أول مريض عنا، لهيك أنا حبيت نكون كلنا مع بعض. تفضلوا. تفضلوا. يلا. أي يلا. اسم خالتي. خالدة شو عملتي؟ كنت مفكرتكم رح تنبسطوا، بس كتير انبسطت بهالشي كتير. اختي ما عم صدق. من لما ماتت هي أول مرة منفرح. شكراً على كل شيء عملته، عن جد شكراً. صوتها وضحكتها ما فارقوني وليهم. شو يا جماعة، هاي العيلة اجتمعت مرة تانية، ما بدكن تفوتوا لجوا؟ بلا أختي، أكيد بدنا نفوت. يلا تفضلوا من هون. يلا يا جماعة تفضلوا. رغم اني خبرته اني رح اجي، ليش مانو موجود؟ بيكون علقان بعجقة سير. عجقة سير لكان. انا رح اعمل لك قهوة. ما في داعي. اسمع فكرت، بعد اخر احداث صارت عقل معلمك مخربط ومانو على بعضه. صح اجا لهون، بس دير بالك ممكن يصير مشكلة بأي لحظة بهاي المنطقة، لهيك ما بدي اياك تشيل عيونك عنه بال24 ساعة. عم تسمع؟ عم حاول اعمل اللي بيطلع بإيدي فؤاد بيك، ما عم قصر. انا هذا الحكي ما بفوت لمخي فكرات. اذا ابني براق بيصير معه اي شيء انا اللي رح اموتك. اجا المعلم. افتح. أهلا وسهلا، نورت. جاي بكير شوي، ما هيك؟ يمكن أنت اللي متأخر. أنا بصراحة
ما توقعت أنه لقائك لزلمتك الجديد يكون قصير كل هالقد فؤاد بيك. لو عرفان كنت إجيت بكير. زلمتي الجديد على الأقل ما عم يقلل من احترامه مثل ما حضرتك عم تعمل يا ولد. لما رحت لعنده كان جاهز وناطرني على الطريق، بس لما إجيت لعندك كنت مانك هون. إجيت لهون لأنك أبي يعني؟ ولا لأنك كنت معلمي السابق؟ إذا جاي لعندي كأب بالوقت اللي تقلع فيه ابنك، ما سمعت إنه طلع صوتك بالمرة، فاحترامي لإلك على هذا الأساس. وإذا إجيت لعندي كمعلمي السابق بالشغل، شكر ربك إني ما نطرتك على الباب. لسانك متحسن كتير، برافو. رح أشرح لك هلأ بطريقتي. عملت المستحيل لأنقذ لك حياتك، وكوني أبوك استحملت تصرفاتك وتحملت إنك تهز مركزي اللي ضليت سنين عم حارب لحتى أوصل له ورجعت إجيت. في شي تاني بقدر أعمل لك يا سيد براق؟ دمعوا عيوني. تضحية ما بتتصدق والله. ما عم أقدر أظهر لك مشاعري كتير لأنه بهالأيام شفت كل واحد على حقيقته. بابا زلمتك الجديد فتح لي عيوني. ولك عم تقلي زلمتي الجديد وزلمتي الجديد وتسمعني حكي؟ بس أنا قبل ما أجي لهم مشان أضمن حياتك انجبرت أقعد مع علي ونزلت قيمتي لعنده بس كرمال إني أحميك. عم تفهم هالشي؟ اضطريت أمدح فيه رغم إنه ما بيستاهل الكلام اللي عم ينحكى عنه. الرجال اللي لازم أوصه أنا عم صافحه، لقوا كل يوم. قال زلمتي الجديد، إذا هالشغلات مو كرمالك لكان كرمال مين عم ساويها؟ لا تعملها. ما أعملها. لا تعملها. لا تعمل شي مشاني بابا. أنا بدبر أموري، وأنت وشركائك ومعكن زلمتكن الجديد رح ورجيكن كتير منيح شو بيقدر يساوي براق أرسوي فؤاد بيك. إن شاء الله. إن شاء الله. في شي بدي إياه أكتر من الكل، بس أنت مصر ما تستوعب. أنا ما عندي شي يسعدني بهاي الحياة أكتر من إنه